Nahid, ça va? Alhamdulillah, et toi, Beher? À l'instant, la bio dialecte, vraiment, surtout pendant la période de confinement. Le métal, vraiment, il y a des choses qui sont là. À l'âge de 14 ans, et tu t'es démarqué. Non seulement tu as eu les meilleurs coachs sportifs, sous leur aile, la compétence que tu as développée, l'entraînement, et aujourd'hui j'étais en train de dire que tu as fait partie de l'équipe de Nike, tu as été sponsorisé par Exactement. Nike, Exactement. tu as participé et tu as 8 championnats nationaux américains. Dit aussi, tu as battu le record des 25 km américains. Ça a été le Exactement. meilleur record américain. C'est une fierté de t'avoir avec nous, Mohamed. Vraiment. Marc. Tu as participé aussi aux Jeux Olympiques. Olympic Trials. Olympic Ah, Trials. Olympic Trials. مش تأهلت بطولة العالم الـ World Championships. تبارك الله عليك. كم كوا اللي بغى شي حاجة فريمون كيف سمع. انا عندي لك واحد السؤال، حيت بزاف الناس غيقولوا ايه ما شاء الله عليه، داز في التلفازه والراديو ولي جورنو، تخاطفوا عليه لي زيكول وتخاطفوا عليه لي كوتش. مشيتي عافاك بشي بيستون من هنا، مشيتي بشي اون ليتر ادريسي عند شي واحد، وصلتي شي واحد تماك الوالد، عيطت لشي واحد قال لهم بها الوالدين دخلوا ولدي عندكم وعطوه لا بوسيبيليتي باش، ولا سي فريمون على عبد كتافك كوم اون دي. لا شوف انا من عائله بسيطه جدا ومشيت الوالده ديالي بداتني لامريكا باش تحس لي المستقبل ديالي باش تعطيني واحد الفرصه باش نقرا ونولي طبيب كما كانت تقول مسكينه كنت انا هو الامل ديالها وكانت تشوف المستقبل ديالها في انا كذلك دونك ملي مشيت عرفت الوالده ديالي تقرصات عليا بزاف دونك خدمت وديما تنتفكر بهذا الشيء تنديرو ماشي غير لراسي تنديرو من اجل العائله ديالي دونك خدمت في الهاي سكول مشيت عندي 14 سنه كما قلتي وقريت تماك الايث جريد وقريت الهاي سكول وتنقرا وتنجري وفي نفس الوقت تنجري وهذاك النفس ديالنا ديال المغرب اللي ما تبغيش ما تترضاش تخسر ما تترضاش تجي انت هو الثاني ولا ما ترجعش تجي انت هو الاخر هي اللي خلاتني تنضرب تماره وتنتريني كل نهار تنتريني جوج مرات في النهار في السن ديال 15 16 سنه كنت نتريني جوج مرات في النهار دونك ملي وصلت للسن ديال 17 18 سنه بطبيعه الحال هذيك الخدمه ديال سنتين ولا 3 سنوات اهلتني باش نولي من احسن العدائين في امريكا في الهاي سكول جريت احسن توقيت في 10 كيلومتر في امريكا بالنسبه للهاي سكول وكان احسن توقيت اللي تجرى في 34 سنه الله يحفظك وجيت ما شاء الله لحظتك وجيت ثاني احسن توقيت في المسافات القصيره اللي ما كانش هو التخصص ديالي في 1500 متر تاهلت بها بطوله العالم ديال الجونيور والصراحه كنت غادي نجي باش نشارك مع المنتخب المغربي ولكن الظروف هذيك الوقت كانت ما سمحتش لي باش نشارك مع المنتخب المغربي دونك في هذيك الوقت كانوا الجامعات في امريكا ملي تكون انت اتليت في اي رياضه في العاب القوى ولا في الباسكت ولا اي رياضه انت تكون واحد الاتليت اللي عندك مستوى مزيان تولي عليك واحد الانتباه كثير من طبيعه الحال من المجلات من التلفازه في الجورنال دونك الجامعات بداو يتصلوا بيا في التليفون الدار كل نهار تلقى واحد المكالمات ولا خمسه من عند الجامعات تيقولوا لي غير اجي غير شوف الجامعه ديالنا وراه غادي تعجبك وراه عندنا هاد الفاسيليتيز واعرين وراه جبنا هادي درنا هادي جديده وعندنا التكنولوجيا باش يبيعوا لي هذاك الحلم ديال هذيك الجامعه باش نمشي نشارك معاهم وما نخلص والو يعني غادي خلص فلوس الماكلات يعني لدرجه حتى من فلوس الحوايج يعطيك باش تشري الحوايج ديالك دونك هذه فرصه اللي تنتمناها لاي شاب كان كيتفرج الشباب ولا لي بارون هذه فرصه وليداتكم عطيوهم فرصه للرياضه حيث الرياضه فريمون ماشي ضروري تولي واحد البطل ولكن تفتح لك واحد الفرص في الحياه ومن غير هذا الشيء هذا الوليدات يكتبوا الصحه ديالهم
صح تولي عندهم واحد التركيز، تولي الاول صح مركز في المشوار ديالهم، ما تبقاش ما تبقاش الكونفيوجن. صح الوغ اليوم غادي نهضروا على كنشوف لي تيماتيك، غنهضروا على ثلاثه د الحوايج. مي غنبداو دابا بلو سبور، حنا دابا في الكونفينمون وفي رمضان، جوج د الحوايج كونفينمون بيه فيه اي في رمضان. دونك غنقول لك الله يخليك، شنو هما النصائح اللي تقدر تعطي الناس، شنو هي الطريقه باش الناس يديروا سبور؟ حيت كاين اللي كيكون هادي كنشوفوها بزاف في رمضان، كيكون جالس العام كامل ما كيدير لا سبور لا حتى حاجه، حتى كيوصل رمضان عاد كيقول وبلاتي دابا غادي هذيك 4 كيلو اللي كنت باغا نطيح هادي عام، وهذه 5 كيلو اللي كانت عندي وباغا نطيح هادي عام عاد نطيحها دابا. دونك بغيت تعطينا شنو هما الحوايج اللي هما خاطئين في السبور اللي خاصهم ما يداروش. انت ما شاء الله عليك احسن واحد عنده هاد الاكسبيرتيز باش هضرنا عليها، شنو هما الحوايج اللي خاصهم ما يداروا من ناحيه السبور؟ دونك اول حاجه بالنسبه لهذا اللوك داون، هذا الكونفينمون اللي حنا عايشين فيها، هذه فرصه بزاف ديال الناس باش يديروا السبور. هذه الصراحه انا تنشوفها ماشي شي حاجه اللي سلبيه اللي تخلينا ما نديروش السبور ديالنا ولا رمضان، هذه بالعكس تعطينا الوقت اكثر باش نقدروا نمارسوا الرياضه في الدار ديالنا بلا ما نركبوا في الطوموبيل ونمشيو لاصال، ولا نركبوا في الطوموبيل باش نمشيو للبحر. تقدر دير الرياضه من المنزل ديالك وتقدر تمارس كل نهار يعني، وتقدر تمارسها يعني ما تخلص والو وتمارس الرياضه. غير هو خص اول حاجه الواحد كل ما يبدا واحد البروغرام خصو يدير شي حاجه اللي هو تتعجبو. يعني كاين الناس اللي تعجبهم يديروا الدانس، كاين اللي تعجبو يخدم الرونفورسمون، كاين اللي تيعجبو يدير زومبا، كاين اللي تيعجبو بيلاتيس يوغا، كل واحد اشنو تيعجبو. دونك اول حاجه الواحد خصو يفكر اشنا هو الحاجه اللي تتعجبني، ويحاول يشوف الاصدقاء ديالو ولا العائله ديالو اللي يقدر يدير معاهم تشالنج باش كل واحد يزير الاخر، تكون الاكونتابيليتي بيناتهم. واش انت تمشي اليوم انا عبرت راسي طيحت راسي طيحت 2 كيلو. عندك الحق عرفتي ما شاء الله عليك، عندك الحق. حنا فيك لا فامي دايرين واحد لو جروب سميتو ايجي فيه مي كوزين ما ماما خوالاتي اكسيتيرا، اي اللي كيدير سبور كي بوستيه سواء اللي عنده مكانه اللي كتكالكولي لي سميتو لي كالوري. سي فري كو كينوض فيك واحد الحماس، كيديروا فيك واحد الناس تبدا تشوف كلشي ناض هذا ابخي كنديرو نوضي تتحرك شي شويه. سي فري سي فري فاليدي تبارك الله عليك. لا تكون هذيك، احنا المغاربه معروف علينا هذيك الكومبيتيشن كما قلت لك، هذيك النفس ديالنا فريمون تتعاوننا باش نجحوا في اي حاجه تنديروها في راسنا. دونك كما قلت لك تدير شي حاجه اللي فان اللي تتعجبك، يعني ما يمكنش غادي دير واحد البروغرام اللي غادي يجيك فيه الملل، ولا غادير واحد المده ديال الاسبوع وغتحبس. مثلا نعطيك مثال بسيط، لي بروغرام اللي تنديرو حنا مثلا مع لي كليون ديالنا، مي هما ديجا عندهم واحد الباك جراوند، عندهم واحد فيتنس ليفل اللي طالعه. دونك تنقدروا نخدموا معاهم هاي انتنسيتي ترينينغ، تنقدروا نخدموا الكارديو الرونفورسمون موسكولير، ولكن ديجا تبارك الله عندهم واحد الكاباسيتي اللي تيقدروا يخدموا اي حاجه. مي بالنسبه للناس اللي مبتدئين هما اللي فريمون ما عندهمش بزاف ديال الاختيارات. دونك هادو هما الناس اللي انا الصراحه اللي تنخاف عليهم وتنصحهم يديروا بالهم ما يمشيوش الفيديو ويطبقوه. هذه خطا كبير اللي تيطيحوا فيه الناس. شنو هو العواقب ديال هذا شي خطا بحال هكا؟ شنو هو العواقب ديالو؟ شنو هما اللي العواقب ديال اول حاجه ديال البروغرام اللي ما كانش تيصلح الانسان لهذاك الشخص. من اول الحوايج وهو البيرن اوت تتحرق، يعني تدير واحد البروغرام اللي ما لاش اكثر منك. والاغلبيه ديال لي بروغرام اللي غتشوف في الانترنت اللي الواحد تيبغي ينقلهم وياخذهم، الاغلبيه تيكونوا فيري ادفانس، تيكونوا النيفو ديالهم طالع بزاف. دونك بالنسبه للمبتدئين تيقدر يوقع لهم واحد البيرن اوت، تيعياو تحرقوا ما تيقدروش يبقاو يمارسوا الرياضه. ثاني حاجه تيقدر يوقع لهم ان بليسور مثلا في الظهر ولا في الركبه، هادو ما جوج بلايص اللي تيوقعوا المشاكل.
دونك فريمون الانسان ينتبه لهذه المسائل. انا من بعد غادي نعطي واحد الهديه بسيطه للناس اللي متسقينا، بروغرام بسيط اللي يقدروا الناس يمارسوه في الناس اللي يلاه مبتدئين. كاين بزاف الاغلبيه الناس اللي تيكونوا ما تيمارسوش الرياضه وتيبغيو يبداو ولكن ما تيعرفوش منين يبداو. دونك هادو هما الناس اللي فريمون انا اللي فريمون تنركز عليهم بزاف، تنحاول نعاونهم باش يربيو هذيك الكاباسيتي وهذيك لا فورس وهذيك الكارديو. هذيك الساعه تنقول لهم ديروا اللي بغيتوا، سيروا اللي بغيتوا ديروها ديروها، مي دابا خصكم تبنيو واحد لا باز، واحد الفاونديشن خصها تفرش. حيت دابا لو سبور هذا رمضان واش يدار قبل من الفطور ولا من مورا الفطور مثلا؟ اي سي فو افي دي كيستيون لي جون اللي متبعين، الا عندكم دي كيستيون بوغ محمد مرحبا، بوزي موا توت فو كيستيون، راه اشاك فوا كو توصلني شي اون كيستيون راه نعطيها لمحمد. الوغ اسكي دي كاين شي توقيت ما احسن الواحد يدير سبور قبل الفطور ولا من مورا الفطور؟ دونك هذا السؤال على حسب الهدف ديال الواحد. الا كان باغي يضعف راه خصو قبل الفطور، اللي باغي يضعف يطيح شويه الوزن. سمح لي محمد، ديك ما دير ان كاسك ولا شي حاجه؟ لا دير ان كاسك ولا شي حاجه حيت كنسمعوا واحد الدجاج بروي. لا ان كاسك لا لا ما ديرش كاسك، ما عرفتش علاش، ما عرفتش علاش سي با. بالنسبه للناس اللي بغاو ينقصوا في الوزن من الاحسن يديروا لونطريمون قبل الفطور، مي يكملوا لونطريمون ديالهم واحد 45 دقيقه حتى نص ساعه قبل الفطور باش يبقى لهم الوقت يوجدوا راسهم باش يفطروا. ولكن الا بداو بزاف قبل يعني ساعتين عاوتاني الجسم تيعيا، هذه ما تنصحش بها بزاف. ولكن اللي ما عندوش الوقت وخصو يتريني بكري ماشي مشكل. بالنسبه للناس اللي بغاو اللي ما عندهمش الطاقه بالنهار، ما عندهمش الطاقه باش يترينيو وسط النهار قبل الفطور، نخليو هذا الليل مع العشرة ديال الليل ولا العشرة ونص. انا شخصيا تنفضل تنترينيو بليكليون ديالنا قبل الفطور، ولكن انا شخصيا تنتريني بالليل. انا تيعجبني تريني مع العشرة ونص ديال الليل، تنكون هضمت الماكلة ديالي، تنكون فايق وتكون عندي هذيك لافورس باش نتريني. دونك النصيحة ديالي بالنسبة اللي بغاو ينقصوا راه قبل الفطور مزيان، ولكن يكملوا نص ساعة قبل نص ساعة ولا خمسة. سعاد سمير قالت لك جو سوي ديبيتون، تي الله بديت انا في السبور، شنو هي الاكتيفيتي اللي نقدر نبدا بها؟ كيف ما قلت الاكتيفيتي اللي تقدري تبداي بها وهي الغونفورسمون ميسكولير. اول حاجه الكريشه ضروري، الكريشه والظهر خصهم يصححوا، هادو هما رقم واحد. رقم جوج الله على ديك الكريشه، كي ولات في هذا الكونفينمون جسم سيخ كل شيء كيعاني من الكريشه اكثر من الظهر. الكريشه ساهله باش ترخى ولكن الى قدرتي الكريشه تجمعيها وتصحح راه تخدم معاك، راه تعطيك واحد انا نهضروا على لي زابدو باغ اكزومبل، حيت الناس بعض المرات كيقولوا لنا لي الجامع خدم لي زابدو، كيبان لهم داكشي صعيب وبعيد، الوغ كو دي فوا اذا كانوا غير استمراريه شنو هما لي مينوت بحال دابا، واش 5 مينوت ولا 10 مينوت باغ جور ولا ربع ساعه اللي داروها غير كل نهار وبو دو كدا ديال السيمانات غيشوفوا النتيجه؟ اي عضلات في الجسم لي زابدو ثلاثه مرات في الاسبوع كافيه باش الواحد يكون الظهر، الظهر مهم يخلي لنا التوازن في الجسم. الا الظهر ديالنا كان ضعيف راه واخا تكون عندك اليد الفوق صحيح رجلات صحاح راه غيوقعوا المشاكل وما غاديش تقدر توصل لشي مستوى عالي، غتبقى المستوى ديالك محدود، غتوصل لواحد المستوى غيضرك ظهرك. الوغ عسل قالت لك هذا 3 فوا باغ سيمان اللي غنديروا لي زابدومينو، شحال الوقت في كل حصه بوغ لي زابدومينو؟ واش تولي قابطه كما قلتي ليكيليب وقابطه الذات ديالنا؟ هو في لي بروغرام ديالنا كاملين اللي تنديرو مع اليوم ضروري 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 هذه شي حاجه اللي مهمه وهي الورم اب نسخنو هو الاول. هذه ما يمكنش غنجي نخدم لي زابدو بلا ما نسخن. وفي هاد الورم اب تندخلو فيها شويه الكارديو، هاد الكارديو منها تنحرك شويه القلب تيصحح، القلب تيصحح تكبر، الشرايين تيوسعوا، تتحسن الدوره الدمويه، الرئه ديالنا تولي عندها كاباسيتي مزيانه. من بعد تندير شويه جبد، شويه ديال ستراتشين، من بعد ستراتشين تنقدروا ندخلوا في البروغرام اللي غادي نخدموا ذاك النهار. الا كنا نخدموا من الاحسن انا اللي تنصح به الناس هما يخدموا اول بادي ورك اوت. دونك ملي غتكوني عندك واحد النهار غديري فيه لونتريمون غديري ما بين نص ساعه حتى 40 دقيقه
فيها الورم اب، واحد 10 دقائق ديال الورم اب والستريتشين فيها، تخدمي شويه في الرجيلات، تخدمي فيها شويه كريشه، شويه ديال الظهر وشويه ديال الكتاف. دابا انت تكوني غير مسافره، بغيتي تهزي غير الباكاج ديالك باش تطلعيه الفوق، خاصك لا فورس. كدور كدور، الله يخليك اسيدي، ممكن تهز لي الفاني تاع انا هو اللي تنهز اليوم. انا ديما انا هو تنوصل وتنشوف الناس كبار مساكن اللي كبار في السن، تنشوفهم تمشي بلا ما تيسولوا، تنبقى نهز اليوم. كذلك الناس اللي عندهم الوليدات في العمر ديالهم عام ولا عامين خصهم يهزوهم، راه ما ساهلش باش تهز واحد الوليد مده ديال نص ساعه ولا ساعه، راه الكتف ديالك تيطيحوا. دونك ضروري ضروري خصنا الجسم ديالنا نخدموه كامل. الوغ نسرين نسرين من شكرون قالت لك الطابي غولون، واش مزيان الواحد كوم ديبيتون، الا شي واحد يلاه كيبدا واش مزيان الطابي غولون؟ مزيانه. انا ما غاديش نوقف في الطريق، الا كانت عندك الموتيفاسيون باش تخدمي فيها راه اوكي، ولكن التخوف انا ديالي اللي تنخاف منه، حنا ما نهضروش دابا على هذا الوقت ديال لاك داون، راه مزيان اوكي، ولكن ملي ما تتكونش لاك داون الانسان تيقدر يخرج يدير لا مارش في البحر، في الغابه، في الريزيدونس، في بلاصه تكون امنه. مي الا كان الانسان تيحس ما كاينش الامان في البلاصه اللي ساكن وما عندوش كيفاش يدير والوقت، راه الطابي غولون مزيانه، مي كما قلت لك تحاولي ما تجريش بزاف، تبداي بالرونفورسمون ميسكولار، العضلات ديالك يصححوا هما الاول عاد باش نقدر نجري. لا مارش ماشي مشكل، اي واحد يقدر يتمشى ماشي مشكل. داكور. الوغ كانت واحد لا كيستيون واحده اخرى، سي واحد السيد قال لك كناخذ دي كومبليمون اليمونتير اللي هما كيقويو العضلات، اسكو هذاك ما مزيانش للصحه ولا مزيان للصحه؟ بالنسبه الى كان واحد البروغرام ديال البادي بيلدينغ، يعني خصو العضلات ديالو يكبروا، هذاك راه تيحتاج ياخذ سبلمنتس، يحتاج ياخذ بروتين، تيحتاج ياخذ امينو اسيدز. مي بالنسبه للناس العاديين اللي بغاو غير يكسبوا الصحه ديالهم يحسوا براسهم مزيان، راه لا داعي، ما تحتاجش. راه البروتين اللي غتاكل في الحوت ولا في الدجاج ولا الخضار اللي غتاكل ولا الفواكه، راه هذوك النيوترينتس راه كافيين باش يغذيو الجسم ديالك. مي الا كان بغيتي تقلب على واحد البرفورمانس اللي عالي بزاف وتطلع العضلات، راه ضروري ما الانسان خصو يعاون شويه ديال السبلمنتس. داكور. الوغ معنا سامسو قالت لك في هذا البيريود ديال الحج الصحي اي في رمضان اوسي طيحت بزاف ديال لو بوا، وطيحت معها حتى لي مسكل، بغات دابا كيفاش يمكن لها ترجع هذوك لي مسكل ديالها، ما ترجعش لو بوا وترجع كمان لو مسكل. واش حتى هي دير لو رونفورسمون مسكولير ولا كتنصحها هي او كتدير شي حاجه واحده اخرى؟ لا، الرونفورسمون مسكولير شي حاجه اللي اي واحد يقدر يديرو. بالنسبه لهذا المشكل هذا تنلاحظوا بزاف مع بزاف الناس بخصوص لي فام، تيقصوا ملي تيديروا لي ريجيم ديالهم نوتريشن دايت فريمون تيطيحوا، ولكن ملي تيطيحوا معاه حتى العضلات، يعني تولي التغذيه ديالك تتجبدها منين؟ من العضلات، باش هذيك الانرجي ديال الطاقه ديالك عاود تتجبد من الشحيمه وتتجبد من العضلات حتى هي تتمشي معاها. دونك انا النصيحه ديالي للناس كاملين توازن، ديري الدايت ولكن ديري معاه البروغرام ديال روم كامل، ما يمكنش غندير الدايت وما نديرش ما نديرش سبورت. دونك الرونفورسمون ميسكولار شي حاجه اللي غتعاونك تنحي العضلات، واخا تلاحظي بان الوزن ديالك تيوقف، ولكن غتلاحظي بان الجسم ديالك تيتجمع. تفضل ان كليون تكون فيها 64 كيلو وتكون فيها عندها العضلات ومجموعه، على كلاينت اللي عندها 6 كيلو ولكن ما عندهاش العضلات، ضعيفه بزاف وعندها الشحيمه مرخيه. تيسا قالت لك صوفيا حدو، كيفاش يمكننا نمسكل لودو ديالنا بلا ما نتقصحوا؟ اي سي فري كو بعض المرات لو ريسك في لو سبور اللي كيوقع هو الواحد كيدير سبور وكيستو بليس، يا اما كيدير ان فو موفمون كيتبليسا في لو جونو، يا اما كيدير ان فو موفمون كيتبليسا في ظهرو او لا في الكتاف ديالو، كيولي حابس سبور بوندون 15 يوم ولا شهر على مود ريكفري. شنو هما لي موفمون باغ اكزومبل اللي خاصهم يداروا، او لا لي موفمون اللي خاصهم ما يداروش باغابوغ الظهر باش ما نهلكوش الظهر ولا الكابي ولا شي حاجه؟
معقول. انا من بعد الى بغيتو دابا نقدر ندير دابا، مي من بعد غادي نعطيكم واحد البروغرام Alors, ce qu'on va faire, je pense, غادي تخصو انا وياك حصه واحده اخرى وغادي نقولوها في انستا اللي غادي نديروا لو سبور توس انصام، حنا ولا كوميونيتي. اوكي غادي نطلب منكم دابا الناس اللي معانا في لا كوميونيتي صيفطوا لنا هكا ان كومونتير شنو هما لي زيكزارسيس ان توي كا ولا لي رانفورسمون اللي تبغوا نديروا، كوم سا سي محمد ان شاء الله يدير لنا ان بروغرام اللي هو ادابتي ان شاء اوكي الله. ان شاء الله ان شاء الله. علاش لا؟ كاين بزاف لي موفمون لي ساهلين لي ساهلين لي وما فيهمش بزاف ديال الموفمنت، هذيك الحركه حسب نسبه الاخطاء، ما يمكنش ديري الخطا، حيت انا غادي نعطيك هذا الموفمنت غادي نقول لك غير شدي بلاصتك هنا وبقاي صافي، يعني ما عندك فين ديري الخطا. كذلك ما نخدمو رجيلات، غادي نعطيك واحد دي موفمون اللي ما غاداش تحتاجي تنقزي ولا تطلعي وتنقي. دونك نديرو داك لي دوز لي دونت هي اللي مزيانه، دوز اكزاكتلي. دونت واخا واخا سوبر. الوغ معانا نوادي، قالت لك شنو هي لا بون اليمونطاسيون كي فا ايدي ا رانفورسي لي موسك ان تيرم دو فيتامين اوليغو، شنو هما الحوايج اللي خاصنا ناكلو اللي يكونوا معاونينا باش نرانفورسيو لي موسك ان تيرم دو فيتامين اي ان تيرم دوليغو اليمون. دونك ضروري كيف ما قلت ملي تنخدموا الغونفورسون موسكولير خصنا نعاونوه بالبروتين، بالانتيك اوف بروتين. احسن سورس ديال البروتين بطبيعه الحال هي الماكله اللي تجي من الطبيعه. بطبيعه الحال رقم واحد هو السمك الحوت، تنقدروا ناكلوا الدجاج، واخا الدجاج تلقى فيه لي هرمون تلقى فيه المشاكل، مي احسن سورس هو الحوت. والحوت تاع اللي ما يكونش مربي، الحوت اللي هو سوفاج ديال اللي نصيد بحال دابا فوالا اكزاكتلي. بحال دابا مثلا الصومون، بزاف ديال الصومون تيكون مربي مثلا، يعني الصومون راه اتس لاكجري فيش، ولكن تقدر تاخذي واحد الصومون اللي مربي بحال تتبي بالدجاج. دونك حيت كيكون فيه ميركور بزاف كنوليو انتوكسيكيو ميركور. اكزاكتلي. دونك النصيحه ديالي الحوت، حنا تبارك الله عندنا الحوت موجود، السردين زعما راه هو الحوت اللي تيبان لي انا اللي ما فيهش المشاكل، اللي نقي بزاف ديال الاوميغا 3، فيه اوميغا 3 وفيه الزيوت اللي تعاون القليه، تتعاون العضلات، وتتعاون هاد الزيوت تتعاون باش الواحد يضعف كذلك. دونك كذلك بينز، اللوبيا، براكلي، اللوز، القرقاع، افوكادو ما تخافوش منها، اتس اوكي ما تستغلطش، تا هي اتس غود سورس اوف اوميغا اند غود سورس اوف بروتين. دونك كاع هذوك الناتس، هذوك الميكس ناتس، الزرارع ديالنا حنايا، كاع الزرارع فيهم بروتين والحوت. الى ما خرجتيش من هادو راك مزيان. عايشو قالت لك الله يخليك، الا دارت هي لي كور ديال بودي بان جوج مرات في السيمانه واش هذا كافي على حساب رانفورسمون موسكولير؟ تحاول تزيد ثلاث مرات، هو جوج مرات كافيه. الا كانت جوج مرات تتعييها تتخليها تعيا تتحس براسها عيات، دونك دير جوج مرات ديال البادي بامب، وجوج مرات دير كارديو، تخدم شويه كارديو، دير شويه لا مارش، الا كانت تقدر تجري بجري شويه. دونك مي جوج مرات في الاسبوع، الرياضه جوج مرات في الاسبوع قليله كافيه. شنو ما باغ اكزومبل لا فريكونس بور كيلكان باغ اكزومبل اللي باغي يطيح الوزن، شنو هي لا فريكونس ديال السبور اللي خاصو يمارسها فعلى السيمانه بحال يبدا يشوف لو ريزولتا، على او بو دو كوميان طون يشوف لو ريزولتا باش الناس ما كيستسلموش، باش يكونوا بحال مدخلين هاد لي دوني في الدماغ ديالهم، عارف راسو او بو دو شهرين عارف غيبان لو ريزولتا ولا ثلاث شهور، ماشي يجي يقول لك صافي او بو جوج سيمانات ما بان ليا والو الله ما نحبس. انا على حسب التجربه ديالي ومع الوقت تبدا تتعلم من راسك وتتعلم من لي كليون اللي تخدم معاهم، هذوك لي كليون واخا تيخلصوك كذلك انت تستفد. دونك انا الماجيكال نمبر اللي لقيت بالله غنقيدو هذا ماجيكال نمبر هذا قيدو شنو هو؟ الا شد الكلاينت لا موين ديال 10 الحصات في الشهر للمده ديال 4 شهور، يعني 40 مره، يعني حنا تنحاولوا لي كليون ديالنا نعطيهم يترينيو 3 مرات في الاسبوع،
ولكن مرات الواحد يقدر يسافر، يقدر ما يترينيش. دونك الى الواحد يحاول يدير 3 مرات في الاسبوع، 3 مرات في الاسبوع تساوي 12 مره في الشهر. ارى الناس تروح 2 مرات، الواحد يقدر يكون مريض، يقدر يكون مسافر، يقدر يكون عيان. عيان. عيان ما فيه. دونك تقدر عندك الحق تزكل هذوك الجوج في الشهر 2 مرات. الى داومتي هالمده ديال 4 شهور غتشوف كومبليت ترانسفورميشن، عندك الماجيكال تايب ترانسفورميشن. هو 4 شهور ماشي شهر، ما نكذبش عليك. بزاف الناس، بزاف لي كوتش في الانترنت تهضر هنا على مستوى العالم، اللي تيكذبوا على الناس، يقولوا لهم 15 يوم 15 يوم غادي الى عندك الابس، 3 سيمانات يو ويل هاف اميزينغ بادي. دونك الماجيكال نمبر هو 4 شهور، ماشي غير باش الواحد يضعف. اي حاجه بغيت تجري نص ماراطون 4 شهور تقدر توجد باش تجري سيمي ماراطون 21 كيلومتر، جريها في 4 شهور واخا تكون عند يعني السن ما تيهمش والفوا ما تيهمش. كذلك الى بغيتي ما تقدرش ديري البوش ابس عندك 4 شهور ديري البوش ابس، الكايناج ما تقدرش ديري 20 ثانيه غتقدر تولي ديري 5 دقائق. دونك الماجيكال نمبر هو 4 شهور. صافي تخي بيان. عندك واحد السيده، اسكو لو سو بلا كونت الا جلست في الدار وكانت بلا كونت، اسكو تاع داك يقدر يتحسب كاسبور ولا لا؟ انا النصيحه ديالي انا ما تنامنش، ماشي ما مزياناش لا كونت، مزيانه للناس اللي ديجا تبارك الله صحاح. اه ديجا صحاح. انا شخصيا ما تنستعملهاش، انا شخصيا ما تنستعملهاش، واخا اللياقه ديالي تسمح لي نستعملها، مي تنعطي اتساع، حيت لا كونت تقدر تبليسي الظهر، تقدر تبليسي الركابي. دونك من الاحسن لا كونت نبعدوا منها، من غير الا كان المستوى ديالك عالي ولا مويه ولا عالي، والوزن يكون تسمح لك كذلك، الوزن يكون تسمح لك باش ما كتهبطش بالوزن ديالك كامل على ركابك وعلى لي زاكسيون ديالك. انا النصيحه ديالي قد سعاد قالت لك الله يخليك، شنو من النصائح اللي تقدر تعطي بخصوص لو سبور الناس اللي هما عندهم لو ديابيت مرض السكر؟ اوكي، بالنسبه للناس اللي عندهم السكر ولا عندهم بلاد بريشر تونسيون ولا الامراض المزمنه ديال القلب ولا فاتحين على القلب، ترى هذا الشيء ما تيسمحش لهم باش ما يديروش السبور، بالعكس خصهم يديروا الرياضه باش يحسنوا من الصحه ديالهم ويكسبوا الصحه ديالهم. واخا يكونوا عندك الامراض المزمنه كامله، الكوليسترول، السكر، التونسيون، القلب، كل شيء، هذا الشيء كامل مجموع، راه خصك دير السبور، ولكن السبور تيدار بطريقه سليمه. تنتبه الكارديو ديالي حسب السن، تنتبه الكارديو ديالي ما يوصلش لواحد المستوى، مثلا اذا كان السن ديالي مثلا 50 سنه مثلا، نحاول الكارديو ديالي ما يفوتش 130 مثلا 120، هذاك هو الماكسيموم ديالي اللي نقدر نطلع عليه. اذا كان السن ديالي 40 سنه نقدر نطلع حتى 140 على حسب السن. وكذلك الناس اللي عندهم السكر يحاولوا ما يديروش لي موفمون اللي فيها الزياره، يحاولوا يزيروا بيديهم ولا يلبسوا سبريده صغيره، حيت هما دغيا تيتنفخوا لهم رجلين، دونك يحاولوا يلبسوا سبريده واسعه ويحاولوا لي موفمون ما يكونش فيهم شي حاجه اللي خصو يزير، تكون شي حاجه لي مور ريلاكس. مثلا يخدموا بيلاتيس، يخدموا الكور، يخدموا يديروا شويه يوغا، ستريتشين، كاين بزاف ما يدار بالنسبه للناس اللي عندهم امراض مزمنه. كانت واحد السيده قالت لك هضرنا على الناس لو سبور اللي باش الناس يطيحوا الوزن، وقلنا 3 فوا باغ سيمين اكسيتيرا، كون ايتي بارابور الناس اللي باغيين يسعداتهم، اللي باغيين يهزوا الوزن، باغيين يغلاضوا؟ منهم انا. صحتك وعافيتك خمسه عليك واش من عينك؟ لا بالفعل، انا حياتي كامله كنت ضعيف، كان عندي الوزن ديالي قليل، ولكن انا طويل. انا ملي كنت نجري كنت في كنوزن 66 كيلو، دابا تنوزن 76 كيلو، زادت 10، ولكن هاد ال 10 اللي تزادت كلها عضلات. بالنسبه بزاف الناس اللي عندهم الوزن طايح ما تيكونش عندهم العضلات، تيكون العضلات ديالهم ضعاف ولا ما كاينينش. دونك اول حاجه هاد الناس نخدموا معاهم، خصهم ياكلوا بزاف، يعني خصهم ياكلوا 5 وجبات في النهار، مقسمه وجبات يكونوا صغار، ياكلوا البروتين، ياكلوا الكاربس، هذاك الشيء اللي غنقول لهذيك اللي خصها
الضعف غنقول ليها ما تاكليش، هي بالعكس هي اللي خصها تاكل الاخرى، ولكن بطبيعه الحال ما غاديش غتمشي وهذا الشيء ما تيسمحش لك تمشي تاكل تشيبس، تاكل تشرب المناضه، هذا الشيء ما تيسمحش لك تاكل الحاجه اللي ما مزياناش. راه هاد لي زيكاب نهضويو عليهم الله يعطيك السر، هاد لي زيكاب باغ اكزومبل ماشي واحد كيكون باغي يطيح في الوزن وكيدير لو سبور كيما قلنا 3 فوا بار سيمين اللي هي مزيانه، ولا سور لو موا في التي دو سيونس معليش غيجيك لو ريزولتا، غير باش نلخص للناس اللي عاد لحقوا علينا غيجيك لو ريزولتا تحس به بو دو 4 موا. شنو هما لي زيكار؟ شحال مره ديال لي زيكار في السيمانه تقدر ديرهم؟ تقدر نمشي نخور شي شويه في الثلاجه ونبقى شي نشوف داكشي الحلو وداكشي اللي كيعجبني، وهذه الشكيريطه وهذه مليويات وهذه مغرير وهذه جون سي ريان. كوميان ديكار في السيمانه الواحد خاصو يدير باش يبقى مستمر على هذاك الهدف اللي هو اوكي ذاتي بغيت نبدلها دون 4 موا نكون اون ميور سونتي ونكون ضعافيت وتمشكليت. دونك انا تنقول مره في الاسبوع كافيه باش الانسان بحال قلتي تيحتفل بهذيك الخدمه اللي دار هذيك السيمانه، بهذاك الريجيم اللي احترمو، بهذاك الاحترام اللي دار في مده الاسبوع. عندك مره في السيمانه الواحد تيحتفل، ولكن ملي تنحتفل ما تنقولش راه غادي نحط قدامي البيتزا وغنحط حداها مونادا وغنتبع ليها لا كلاس اوليفيري، نديرو اشهار اوليفيري اوليفيري يعني ما الشوكولات والشوكولات وغادي نجيب الشيبس من بعد ساعه غنجيب الشيبس، لا هذا خطا كبير. غادي نختار بالله راه غنمشي غناكل هذه الوجبه اللي شهيتها غناكلها وغنقدر ناكل واحد شويه ديال لاكلاص مثلا، صافي السيمانه الجايه عاوتاني غنبدل غناكل السوشي. كل مره ندير حاجه، ولكن كوني على يقين مع الوقت ملي غتولف واحد الريجيم اللي تيكون كلين دايت غتولي تعاف هذاك الزيت، غتولي تعاف السكر. انا الصراحه صح عندي السكر الملحه وليت حساس، تقدر غير شويه السكر تجيني حلو، تقدر غير شويه الملحه تجيني مالح. دونك مع الوقت الا كليتو شي حاجه ما مزيان اللي كنتو موالفين تاكلوها شحال هذه وعجباكم غتولي تاكلوها غتولي تضركم في كلشكم، غتولي تاكل بيتزا ولا ماكدو غيولي الجسم ديالك ما يتقبلوش. الوغ نوادي قالت لك جويز انيفيرسير محمد سي تون انيفيرسير اجوردي البارح. هابي بيرثداي ثانك يو ثانك يو ثانك يو ام جيتين اولد 35 اونكور بلوس اليوم النهار اللي خلقتي فيه كدير معنا هذا اللايف. الوغ معنا فيفا قالت لك الله يخليك عندي 50 عام شنو هو لو جونغ دو سبور اللي نقدر ندير حيت كندير لا ريتونسيون ديال الماء بزاف منفوخه بالماء وعندي لي شويه لي زارتيكولاسيون كيقصحوني. سا سي تري بون كيستيون حيت قربت ل 50 عام دونك هاد السؤال غادي تنطلي مزيان الجواب ديالو. هادو من هاد لي كا زعما كاينين بزاف هاد لي كا ديال لي فام اللي تكون عندهم الواتر ريتنشن وتيكون عندهم انفلاميشنز ديما سبحان الله تيجي تيتلاقاو هاد جوج هاد الواتر ريتنشن مع الانفلاميشن تيتلاقاو، ولكن هذا الشيء تيعني بان هذاك الواتر ريتنشن تيضغط على المفاصل ديالنا وتيخلينا تيعطينا هذاك الالم. دونك باش هاد الواتر ريتنشن نحاولوا نتغلبوا عليه من غير الا كانت شي حاجه اللي ميديكال اللي خصها الدواء راه ضروري الطبيب بطبيعه الحال، ولكن الرياضه تتعاون على هذيك الدوره الدمويه باش نتخلصوا من هذاك الماء اللي تبقى عندنا مجموعه في الجسم ديالنا اللي تيكون ناتج على عدم الحركه، ملي تنكونوا غير جالسين ورجلين ديالنا محطوطين في الارض بحال هكذا راه ضروري هذاك الماء تبقى يهبط الرجلين تهبط الركابي. دونك ضروري انا من الحوايج اللي تنصح الاسم ديال السيده نسيت فيفا بالنسبه من الحوايج اللي ننصح بهم فيفا وهو تقلبي على هذوك التقاشر اللي تيلصقوا كومبريشن ديال الريتونسيون هذوك مزيان هذوك بعدا اول حاجه هذوك مزيانين لي با دو فوالا لي با دو كونتونسيون سميتهم لي شوسيات لي با دو كونتونسيون هما احنا انا كنت نستعملهم تيعاونوا في الدوره الدمويه يعني بالنسبه للاثليت قد ما كانت الدوره الدمويه مزيان قد ما العضلات ديالك تيرتاحوا. دونك بالنسبه للناس اللي عندهم وار ريتنشن غادي حتى هما كذلك غادي تساعدهم كذلك ضروري من الحركه
لا شنو باس ما ما شنو كان. ما بحال دابا شنو ما لي سبور ولا لي بحال دابا انا ناطاسيون انا قريت سور لو نت مي جو بونس انت ما شاء الله عليك ان توك اكسبير غتقدر تجاوبني. قريت باغ اكزومبل كو بور الناس اللي عندهم لا ريتونسيون بزاف وعندهم لا سيليريت بزاف احسن وسيله باش تعاون تحيد عليك لا سيليريت لا ريتونسيون دو هي لا ناطاسيون. كاين هذا الشيء؟ لا هو شوف الناطاسيون زعما الصراحه هي الرقم واحد في الرياضات اللي الانسان يقدر يديرها بلا ما يتبليسها، بلا ما يكون واحد امباكت على الظهر، بلا ما يكون امباكت على ركابي. زعما الصراحه اي واحد ما كان النصيحه ديالي ناطاسيون مزيانه، غير هو الناطاسيون ما تيقدروش الاغلبيه الناس ما تيقدروش ما تلقاش فين يمشيو يعوموا ولا الجو ولا راك عارفه Alors pour الناس اللي عندهم la possibilité يعوموا شحال ديال بحال دابا شحال ديال الوقت اللي خاص الواحد يدير في الناطاسيون واش كيتسمى راه دار سبور؟ الى دار صراحه اليوم يقدر يعوم ربع ساعة ثلث ساعة اللي باش يقدر من وراها يقدر يشوف النتيجة امتى. هو بكل صراحه بالنسبه للناطاسيون ولا الجري ولا الرياضه ولا السايكلين، الرياضات اللي تتطلب بزاف ديال الاندورنس، الناطاسيون واحد الرياضه اللي تتطلب واحد المجهود كبير حيت الجسم ديال كله خدام، قلب خدام، كل شيء خدام. دونك اذا درتي غير واحد ما بين 20 دقيقه حتى نص ساعه في النهار ثلاث مرات في الاسبوع ديال الناطاسيون راه كافيه باش تكسب واحد اللياقه بدنيه مزيانه. دونك 20 حتى 30 دقيقه كافيه. بالنسبه للريتونسيون دو عاوتاني كما قلت كاين شي حوايج سمول تيبس اللي الانسان تيقدر يديرهم باش يعاون. مثلا تقدر قبل ما تنعس بالليل تنحط رجليك في الحيط، نعلق رجلي في الحيط نخلي الدم يدور. كذلك اوري، هذه المساله اللي مهمه بزاف، الناس اللي عندهم الوار ريتنشن يخدموا الغونفورسون موسكولار، يديروا لا مارش، يتعلموا من بعد يجريوا كذلك من بعد، يعني ملي يوليو مزيان الجري هو كذلك تيساعد. الوغ جانا بزاف ديال لي كيستيون بزاف 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 ديال الناس اللي كيقولوا الله يخليك. الناس اللي عندهم سوا سكوليوز في ظهرهم سوا عندهم لو دو كوربي سوا عندهم مشاكل في الظهر ما كي اي سو تيان با دغوا سادير دائما ظهرهم مقوس. شنو هما لي بيست براكتيس اللي يقدروا يديروا باش دو جور لو دومان الظهر يتقاد لا سكوليوز ما تبقاش تضر بزاف مي سورتو مسكلي الظهر اللي الواحد يقدر يعاون به راسه؟ واحد الظهر راه عضله كبيره، الظهر واحد العضلات اللي كبيره بزاف وما تحتاجش الراحه، الظهر ما تيبغي الراحه. بزاف ديال الناس ملي تيلقاو بلي عندهم مشكل في الظهر، بكل احتراماتي لبزاف الاطباء، ملي تمشي عند بزاف الاطباء تيقولوا لهم خذ هاد الدواء هذا وارتاح. انا شخصيا بزاف ماشي كلشي، وكاين الاطباء الله يجزيهم خير اللي تنصحوا الناس باش يديروا الرياضه. الظهر تيبغي الحركه، تيبغي الموفمنت، واخا دير بروغرام وتبدا وتحس بظهرك تيضرك وتقتلك وغدا تتفيق ظهرك ضارك، تكمل ما تخافش، كمل صبر 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 صبر، غتجي اعطيه واحد 3 سيمانات ولا شهر الظهر ديالك غادي يولي مزيان. مي كاين بزاف الحركات منهم باك اكستنشن اللي تتنعس على كرشك، الرجيلات تيبقاو رجليك تيبقاو في الارض وتطلع بهذه الطريقه هذه وتطلع الفوق تتهبط وي صافي كتنعس هكا سي جي بيان كومبري كتنعس هكا فوجهك على الارض كتبقى تهز رجلك وظهرك هكا سي صافي كتبقى تهز الزوج ياك كاين بزاف كاين اكزاكتلي. لا لا انا هيدا كي مشاهده ميرسي بيان سي سيرتو بحال دابا ملي كنكونوا في الدار اللي ما عندكش باسكو جو سيكو بحال دابا في لاسال دو سبور كاين لو رامور كي ميسكلي مزيان الدار ولكن سي فغي كو في الدار هاد لو موفمون اللي بيان كتنعسو على كشكم وجهك هنا رجيلاتك هنا ودابا حتى كتهز هكايا شحال ديرو ديال لي سيري الله يخليك تيقدروا يبداو بثلاثة لي سيري ديال 10 3 سيتس اوف 10 وتبدا تطلع 3 سيتس اوف 12 3 سيتس اوف 15 3 سيتس اوف 10 ديال 10 اي اون سو روبوز ما بين لي سيري شحال تقريبا 30 ثانية ديال الراحة دونك 3 سيري ديال 10 اي اون شاك سيري نرتاحوا 30 سكوند اكزاكت واللي ما تيقدرش يطلع تيقدر يعاون بيديه شوية تيحط يديه ديالو هنا وتيدفع غير شوية بيديه ما تيعاونش بيديه بزاف ما تيعاون غير شوية بيديه باش يطلع حيت كاين اللي عندهم الظهر ضعيف بزاف اللي ما تيقدروش يطلعوا بلا ما يعاونوا بيديهم دونك هذا يقدروا يعاونوا شويه باليدين.
وفي لا سال باغ اكزومبل لي لي زاباري اللي كيعاونوا بزاف هو هذاك لو بون ياك اللي كان كيكون ان بون بحال هكا وكنديروا فوق منه هكا كنبقاو نهبطوا هكا بيدينا وبراسنا ياك هذاك لو بون هذاك مستوى هذاك هاي ليفل نايت تبارك الله هذاك هاي ولو غامور توا مزيان لا الوغ كومبلي الغامور توا مزيان توا تيعاون كومبلي يا الغامور مزيان هو الغامور تيخدم الجسم كامل ولافونتاج ديال الغامور حتى هو ما فيش الامباكت على ركابي ما فيش الامباكت على الظهر دونك تقدر تخدم اليدين تقدر تخدم اليدين تقدر تخدم الظهر والرجيلات بلا ما تكون هذيك هذاك الامباكت على الزيح الزيح هو اللي خايب اكزاكتلي الزيح على لي جونب هو اللي خايب الوغ اون فا ابوردي ميم سي اون ديجا هضرنا عليها اللي هي لا دوزيام بارتي ديالنا شنو هما لي الناس اللي كيكونوا باغ اكزومبل حبسوا لو سبور بوندون ان مومون ويلا غادي يعاود يبداوه اولا ما داروش عمرهم داروا على غيديو بو لا بروميير فوا شنو هما لي زيرور اللي ما خاصهم يتجنبوهم يا دونك اول حاجه من الاخطاء اللي الناس خصهم يتجنبوهم ما يبداوش بالزربه ما يزربوش وهذيك الاكسايتمنت هذاك الحماس يفرقوه على 6 شهور على العام يعني الانسان ما يزربش ديما يشوف قال انا دابا عامين ما درتش الرياضه يعني ما نقلبش على النتيجه بالزربه هذا من الاخطاء اللي تنشوف بزاف الناس بغيت لو ريزولتا البارح بغيت نصلي البارح ويلا تكون هذاك الريزن هذاك الريزن باش بغاو يديروا السبورت ما كافيش الريزن ديال هذيك السيده ولا هذاك السيد بقات لي شهرين في الصيف خصني في الصيف نكون فلات بيلي ولا في الصيف نطيح 10 كيلو ولا 15 كيلو هذا خطا كبير تيديروه الناس هو الصيف خصكم تفكروا بلا الصيف راه كاين العام كامل فكروا بلا راه الصيف كاين العام كامل بلا الصحه ديالي خصني نتهلا فيها العام كامل الرياضه خصني نديرها العام كامل واخا ندير غير 2 مرات في الاسبوع ولا 3 مرات في الاسبوع ديال 30 دقيقه ولكن فرق على طول العام راه غتنفعني في المدى البعيد ملي غيدور العام غنلقى الجسم ديالي ولا مختلف كومبليتمون مختلف دونك من الاخطاء اللي تيديروا الناس عاوتاني وهما الموفمنت ما تيديرهمش صحاح بغيت نوريكم كاين شي اخطاء اللي تيديروهم غنديروا معاك شوف غادي ملي غنسالو الا باغي نعيط لك في التليفون وغادي نديروا حصه بين الناس كلهم اللي كنقترح عليكم غنديروا حصه اللي هي بروفيسيونيل سيتادير في هذا الموفمون ها هو الخطا اللي كيديروا الناس واللي ما خاصوش يديروا الناس في هذا الموفمون ها الخطا اللي كيديروا ها اللي خاصو يدير اي جو بونس كو سي سي الا عطيتينا حصه غير ديال لا كوريكسيون ديال لي موفمون وتعطينا من بعد لي سيري باش كل واحد يقدر يديرها في الدار بوحدو راه ديك الساعات من داك الشيء اون ديرنيغ كيتو قبل ما نوصل لا ثروزيام بارتي ديالنا الله يعطيك الصحه بارابور الناس اللي باغيين يطيحوا الوزن شنو هي حيت بعض المرات الناس كيكونوا معصبين ومجنين مع الوز كل صباح كيطلع في هذيك لا بالانس ويشوف زيت يلاه طيح مازال ما ضعفي ويلي ويلي زيت شحال هذه انا كندير سبور وهاد لا بالانس يلاه طيح تفوع عليا وعلى حالتي اون كرو سي شنو هو بور كيلكان اللي كيدير لو سبور مثلا 3 فوا بار سيمين وكيحضي راسو في الماكله مزيان شنو هي لا موين اللي هي عاديه ديال التطيح ديال سوا ديال الشحمه سوا ديال لو بوا وداك الشيء اللي الواحد يدخلها في بالو باش يبقى غادي بلا ما يتمنى شي حوايج اللي هما خياليين ما كاينينش واللي هما يمكن خطر حيت الواحد الا ضيع لو بوا بالزربه كيقدر يعاود يرجعو بالزربه صح شنو هو لو بوا اللي هو عادي 3 فوا بار سيمين ديال سبور ماكله مزيانه اللي نقدر نطيح اوكي هذه سؤال زوين عجبني بزاف هذا السؤال ومهم حيت بزاف ديال الناس كيف ما قلتي تيستريساو دي ستريس ديم سيلفز باش يضعفوا انا النصيحه ديالي اول حاجه هي هاف فان ويز ات انجوي ات ترين والله زعما الصراحه يو نو هاف ا جود جورني ويز ات عندك الحق بورتو الصراحه حيت كل نهار تيتعاود شو ديك الحصه هاف فان انجوي واحد السيمانه غنطيح 1000 كيلو واحد السيمانه غنطيح قل مي فلا موين على حسب الوزن ديال الشخص الا كان الشخص مثلا تيوزن 80 كيلو مثلا والبوا ايديال ديالها هو 60 كيلو هاد الانسانه تقدر تطيح 1 كيلو بار سيمين ولكن تنقول لك هذه بمساعده ديال الكوتش ديالها يخدم معها بطريقه سليمه
و تنقول لك هذه ماشي الطريقه ديال الزربه، هذا الشيء ما تنزربوش، هذا الشيء كتخدم باش تربح العضلات وتطيح الشحيمه، حيت تقدر تطيح تجوع راسها في الماكله وهذا الشيء بيكامز اوبسيس. كاين لي فام اللي تيولي عندهم الاوبسيشن بالميزان، تطيح هاد السيمه طيحت ثلاثه، السيمه الجايه خصها تطيح جوج، السيمه اللي وراها ما طيحت غير كيلو، تولي معصبه. هذا خطا كبير تيديروه الناس، ومن بعد تير هذاك لي بوا كامل تيرجعوا، وحتى منتالي دي جيت بيرند اوت، صافي تيتعلى الدم، ما تبقاش حامله تشوف في الميزان، ما تبقاش حامله تريني ولا دير ريجي. دونك النصيحه ديالي لهاد الناس، شوف الا كان فيك 80 كيلو وبغات تمشي 60، الا كان عندك الكوتش ديالك ولا تتريني في لاصال، لا موين عندك ما بين كيلو، الا كنت تريني بوحدك قلبي غير على نص كيلو الله يجعل البركه، الا كنت تريني غير نص كيلو باك السيمانه اتس اوكي. دونك صافي صافي 2 كيلو في الشهر، الواحد كيمشي 2 كيلو في الشهر، 2 كيلو في الشهر سي فريمون بيان. دونك كيف ما قلت احنا تنشوفوا، انا هذه النقطه علاش نقولها، حيت تنشوفوا ديما لونغ تيرم، تنشوفوا المدى البعيد، ما تنشوفش انا خصني نطيح هذا الشهر 8 كيلو والشهر الجاي نطيح 6 والشهر اللي وراه نطيح 4، غادي نعيا غنتحرق وما غادي غادي نرجع كل شيء ما نبقى ندير والو. دونك انا الناس يترينيو دو فوا تخوا فوا باغ سومان نص ساعه 40 دقيقه، ياكلوا ماكله متوازنه ما يحرموش راسهم، غناكل مره في النهار الخبز مثلا، وغناكل حقي من زيت العود وحقي من هذه ومن هذه ومن هذه، ومره في السيمانه ندير واحد تشيت ميل بلان تشيت ميل، وهذا ونطيح غير نص كيلو وناشطه وتنتريني وتناكل وبخير. وي الو انا كان احسن ماشي دافور، انا كنامن بزاف بشي حاجه اللي هي سميتها لاكومبانيون. جو ميكسبيك، انا كنبغي نوصل شي هدف كنلقى دائما، وهذه دابا ديفلوبيتها كعاده، يعني شي وحده عندها شعر زوين غزال كيحمق غندبر على شي وحده عندها، انا بغيت شعري نزين وغنمشي شي وحده اللي عندها شعرها كيسطي وقابلها وغنقول لها اجا اختي قولي لي اش كديري بداك الشعر، اش كتشري، اش البرودوي، فين كديري، منين كتشري، شحال مره في السيمانه اكسيتيرا. علاش؟ حيت هي غتكون عندها القابليه باش غادي تعطيك لو شومان لو بلو كور، حيت ديجا هي جربت لي برودوي اللي ما خدموش وجربت لي برودوي اللي حرشوا لها الشعر ولي اي سي لا ميم شوز بور نيمبورت كو. دونك اوجوردي انا كنقول الناس اللي باغيين يطيحوا كاين شي حاجه سميتها ان كوتش سبورتيف اللي هو وهب حياته كامله لهذه المهنه وعارف شنو هو اون فونكسيون د الاحتياجات ديالك شنو هو لو شيما لو بلو كور باش توصل. بيرسونيلمون مو جو بخون دي كوتش تو طون في كل شيء كذبش عليك، اي الحمد لله شنو كيجيب لي هذا لا ستراتيجي اللي درت كنمشي دي فوا بلو فيت كو كل شيء. زيد ما زيد دقيق سي فغي سي كوم سا. دونك اوجوردي كاينين انورمون دو كوتش، كاينين بزاف الناس اللي غيرمون كوتش بحالك انت ما شاء الله داك ان باركور اللي هو خيالي على انترناسيونال، كاينين اوسي بزاف الناس اللي بريتوند كوتش ورا ما قاري حتى حاجه، وكاين هادشي حتى في المهنه ديالنا حنا وفي المهن كاملين. كيفاش نقدر نختار ان بون كوتش وكيفاش نقدر ندير معاه العلاقه ونعرف انا براسي شنو خاصني نطلب منه؟ معقول. هذا السؤال مزيان. اول حاجه اللي غنصح بها الناس، حيت تكون واحد الفراستريشن، الناس تيبغيو يوصلوا الهدف ديالهم، تيجربوا بزاف الحوايج وما تيقدروش، ولا ما تكونش داك السبورت ولا الموتيفيشن. دونك كيف ما قلتي الكوتش تيلعب واحد الدور مهم في باش يعاون الانسان يوصل الهدف ديالو بطبيعه الحال. الطريقه باش تلقى الكوتش، اول حاجه خصك تسول راسك اشنو هما الاهداف ديالي، واش الاهداف ديالي بغيت نجري الماراثون، غنقلب على الكوتش في الباك جراوند ديالو في الجري، واش الهدف ديالي بغيت نولي بادي بيلدر ولا عندي العضلات بزاف، واش بغيت نولي كروس فيتر، بغيت ندير كروس فيت سناتش بوش هذا يعني هاي ليفل ترينينغ. والناس اللي ما عندهمش هذا الهدف كاع سيتاتي عندها هدف تشوف انايا مع الوقت مع الزمان مع الدراري مع الخدمه مع 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 خديت واحد 5 كيلو بغيت نطيح هذيك 5 كيلو وبغيت نولي فيت سي تادير نشوف هذيك اللي كيقول لها بغيت ندير الملحه في الريستورون بلا هذا الشيء ما يمشي ويجي دي زوبجيكتيف اللي هما صافي ملي ندير باي باي لشي واحد غير يدي لي كدير باي باي ماشي هادشي كله كيمشي ويجي ملي نلبس المايو بلا ما يكونوا عندي طابليت دو شوكولا ما يمكنليش داخله سوق جواها اكسيتيرا اكسيتيرا. صح معقول. دونك اول لكن كما قلت هاد الاسئله تتسول راسك في الاول تيحطوك امام الواقع، حيت ملي غادي انا
الهدف ديالي باش نكسب الصحه ديالي ونضعف ونحس براسي مزيان ونعس مزيان وما نتبليساش. سيرتو ما نتبليساش. خصني نشوف واحد الكوتش اللي غيناسبني. الا كان الكوتش كما قلت لك اول حاجه الكوتش خصو يكون عنده السيرتيفيكيشن ديالو، خصو يكون عنده السيرتيفيكيشن ديالو بالله راه متاهل باش يمارس هذيك المهنه، ونقلب على الكوتش اللي تيناسب هذاك التخصص ديالو اللي تيناسبني. واش انا هذاك الكوتش اللي الباك جراوند ديالو البادي بيلدينغ تيوزن 150 كيلو ديال العضلات، هذا واش هو اللي غيناسبني؟ يقدر، علاش لا؟ خصني نشوف الكوتش اللي التخصص ديالو اللي غيناسبني. ما تنقولش انا التخصص ديال غير الباك جراوند، حيت كاين الكوتش اللي تبارك الله كان كويري ولا كان تيجري ولا كان تيدير بادي بيلدينغ ولا ولا ولا، ولكن التخصص ديالو في المهنه ديال الكوتشين مختلف. احنا مثلا حنايا التخصص ديالنا هو الويت لاس، احنا الويت لاس زعما تنبداو احنا الاغلبيه ديال الكليون ديالنا تنبداو معاهم من الزيرو، هذا هو زعما الكليونتيل ديالي الكبير اللي تنخدموا معاه. دونك تنشوف الكوتش اللي التخصص ديالو غيناسبني انا. مثلا الا كانت انسانه عندها 55 سنه هي اللي غتبدا ما عندهاش لا فورس باغا تضعف، هذا خصها تشوف الكوتش اللي غتخدم معها دي موفمون ولا تخدم معها دي موفمون اللي بصار اللي ساكنين اللي غادي يعاونوها باش تصلح هذوك الويكنسز اللي عندها، هذوك الحوايج اللي هي ضعاف فيهم يقدروا يخدموا عليهم. ولكن الا مشيت كما قلت لك عند واحد الكوتش اللي السبيشالتي ديالو هي الكروسفيت مثلا، كاين ناس اللي تيمارسوا الكروسفيت، كاين ناس تيمارسوا اليوغا، كاين ناس الزومبا ستيب، كاين بزاف التخصصات. دونك الا مشيت لواحد التخصص اللي ماشي اللي ما غايناسبنيش انا ما غاديش نوصل لواحد النتيجه وغادي نقدر يوقع لي المشاكل من هذاك اللي سميتو. دونك بو ريكابيتولي ان خاصني ناخذ شي واحد اللي هو ديجا مقلب بما راه عنده لي سيرتيفيكا وعنده لا كومبيتونس باش يكوتشيني انا. الثانيه نعرف شنو هما الاهداف ديالي انا اللي بغيت نوصل ليهم، شنو هو الهدف ديالي بغيت نوصل ليه، واش غنوجد شي مقابله ولا شي مباراه ولا هذا ولا غير لراسي. ثالث حاجه نقلب على لا سبيساليتي ديالو واش كتوازن مع الهدف ديالي اللي انا بغيت نوصل ليه. يا معقول. هو عاوتاني الكوتش واحد الانسان اللي غتبقى تشوفه بزاف، يعني تبقى تشوفه ثلاث مرات في السيمانه. دونك بطبيعه الحال انا بديت بالاهداف، اشنو انت ولا انت بغيتي من هذاك الكوتش. دونك تشوف التخصص ديال الكوتش واش غيناسبك ولا ما يناسبكش. دونك هذه سهله، يعني هذه هي المهمه. ثاني حاجه تشوف شنو هي هذيك الشخصيه ديال الكوتش كيفاش داير، واش الكوتش اللي اوبتيميستيك وعنده واحد جود انرجي ريسبكتفول تيحترمك، بخصوص مثلا حنا تنخدموا مع بزاف ديال لي فام، دونك ضروري خص يكون الاحترام. كوتش راجل مع كوتش معاك غير على مرات تنقول لها تجيب الشارج التليفون حياه الشارج عافاك. واحد الاحترام من طبيعه الحال، هذه مساله مهمه بزاف وهو الاحترام. الاحترام يكون الكوتش محترف، تكون الريحه ديالو ولا ديالها تكون الريحه ديالو ولا ديالها تكون ريحه مزيانه، ما يكونش الكوتش ريحته تتقلب، ما يمكنش تخليني مع واحد الكوتش. صح كاين كاين كيشوف مرات شي مسائل اللي هما واضحين كتقول ويلي خلاص ما نهضرش في هادشي، سي امبورتون. حيت كما قلتي انت الى الحصه ديالك ديال السبور ما خيبتيهاش مع شي حاجه سميتها لو فان وعاجبك الحال وناشط مع راساتك وكدير السبور وانت سوا معصب باسكو الكوتش ديالك ما كيفهمكش، سوا معصب باسكو الريحه ما عجباتكش، سوا معصب باسكو الكوتش ما كيقبضش الحدود ديالو، راه بصح ما غاديش تكون مرتاح وهذيك السبور غادي دير منه بلاصه. الناس اللي بغاو ياخذوا ان كوتش وبغاو يتبعوك واش كيفاش تتبعو سيل تو بلي؟ عندك لاباج انستغرام هذه اللي حنا كنهضروا فيها اللي هي موفيت ياك؟ موفيت اوفيسيال. موفيت اوفيسيال ام او ربي ولدي خليكم معايا. انا لا فيريتي عندك الدار اللي ماشي في الدار البيضاء اللي انا في الرباط ما كنت نجي لا فيريتي حيت جي تخوف كو سي فريمون تخي تخي. Alors, mon fils, on va vous dire comme ça se lit M-O-F-I-T officiel. On a seulement attaché mon fils officiel. Voilà, on va te voir. Mon fils officiel, c'est super. En tous les cas, choukran bzaf. Mohamed, il a vraiment le moutabara dialek. Choukran, il a le like. Encore une fois, joyeux anniversaire.
الله يحفظك. خليكم معنا كونيكتي باسكو اون فا بروغرامي مع محمد ان شاء الله ان بروشان لايف اللي غادي تشوفوا من موراه لي ريزيغور اللي ما خاصهمش يداروا بور لو رونفورسمون ديال لو دو لي زابدو لي جنو اي لي موفمون لي كان او كونترير خاصهم يداروا اي بور سو كي فان ان كوتش فرانشمون ليكم ان اكسبير من ميديكال je pense que voilà pour passer à l'action c'est bien et pour moi toutes les fois lire dit un coach personnellement ça m'a permis d'aller beaucoup 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 plus vite donc voilà bon anniversaire encore une fois et thank you so much et Allah merci allez au revoir.